السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بجميع مستمعينا ومشاهدينا الكرام عبر قناة فوت ترونتيان. قبل الدخول في موضوع اليوم، نطلب من أولئك الذين لم يلتحقوا بقناتنا، وهذا بتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب، ليصلكم كل ما هو جديد من قناتنا. موضوع اليوم سنخصصه بطبيعة الحال للنجم الجزائري وقائد الخضر رياض محرز، الذي يوصل تألقه بألوان المان سيتي، وهذا في حيث أضاف هذا صارت هذا الثلاثاء هدفا آخر إلى سجله الغني من الأهداف في دوري أبطال أوروبا، هذا بتوقيعه للهدف الأول لفريق المان سيتي في المباراة التي خاضها أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي بملعب خوسي ألفارادي بمعقل سبورتينغ لشبونة، ضمن ذهاب الدور الثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في لقاء انتهى بفوز المان سيتي بنتيجة لا غبار عليه ب5 أهداف مقابل 0. فوز يضع أصحاب الزي البنفسجي قاب قوسين أو أدنى من بلوغ الدور الربع النهائي، وده قبل لقاء العودة الذي سيقام في الفتح مارس المقبل بملعب المان سيتي ملعب الاتحاد. واستطاع ريال الجزائري رياض محرز تسجيل الهدف الأول كما تبع الكثير من الجزائريين لفريق المان سيتي في الدقيقة 8 بعد تلقيه للتمريرة من زميله البلجيكي كيفان دي بروين، حيث تم تأكيد الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو. وضعف البرتغالي برناردو سيلفا من تقدم مانشستر سيتي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 17 بتسديدة قوية من متابعة لرأسية زميله رودريغيز. وفي الدقيقة 32 أضاف أحرز فيلفودن الهدف الثالث لفريق المان سيتي، حيث هذا بفضل اللاعب رياض محرز الذي تلاعب بدفاعات فريق لشبونة البرتغالي وأرسل الكرة بتمريرة عرضية قابلها زميله في الشباك موقعا الهدف الثالث. وفي الدقيقة الأخيرة من المرحلة الأولى أضاف مسجل الهدف الثاني البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الرابع للفريق الإنجليزي، وهذا بمتابعة للتمرير من زميله الإنجليزي رحيم ستيرلينج منهيا الشوط الأول بتقدم أصحاب الزي البنفسجي برباعية نظيفة. رحيم سيرلينج كعادة أو والآخر دون اسمه في هذا اللقاء بتوقيعه للهدف الخامس لفريقه، وهذا في مطلع الشوط الثاني كان كافيا ليقضي على أحلام زملاء سام سليماني بالعودة في النتيجة. وعلى ذكر سام سليماني فقد دخل بديلا في منتصف الشوط الثاني ولم يقدم أي شيء في هذا اللقاء، ربما يعود هذا اللي بسبب عدم تأقلمه مع مباريات فريق الجديد القديم سبورتينغ لشبونة، وهو العائد إليه بعد أن قضى عدة سنوات متجول في العديد من الأندية الأوروبية آخرها فريق أولمبيك ليو الفرنسي. بالعودة إلى رياض محرز، فقد نشير أنه شارك في هذه المباراة منذ البداية وإلى غاية صافرة النهاية، وكما سبق وأن ذكر ويعلم الكثير فقد سجل هدف وصنع آخر وحصل من على خلال هذا اللقاء على تقييم 9.2 من 10، وهذا بحسب موقع سكورد الشهير للإحصائيات. وخلال هذا اللقاء قام رياض محرز بتسديدة واحدة على المرمى، وبلغت دقة تمريراته 92%، كما استطاع المراوغة بطريقة صحيحة في 3 مناسبات. وذكرت من جهتها ذكرت شبكة سكواكا العالمية أن رياض محرز قائد الخضر وصل بذلك من خلال توقيعه للهدف الأول لفريقه في هذا اللقاء إلى الهدف رقم 17 في مختلف المسابقات هذا الموسم بقميص المان سيتي.
وأوضح حتى ذات الشبكة أن رياض محرز عادل بذلك رقم البرتغالي ديغو أوغوتا مهاجم ليفربول الذي سجل 17 هدفا كذلك ضمن قائمة، وبات رياض محرز ضمن قائمة أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي تسجيلا للأهداف في البطولات المختلفة هذا الموسم. وأشارت ذات الشبكة إلى أن الدول الجزائري رياض محرز بات يطارد رقم النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الذي سجل إلى حد الآن 23 هدفا في مختلف المسابقات. وبالعودة إلى اللقاء اليوم الذي خاضه رياض محرز وقدم واحد قدم فيه واحد من بين واحد من بين أحسن المباريات الكروية في دوري أبطال أوروبا، فقد تفاعل المعلق التونسي في قناة بيان سبورتس القطرية رؤوف خليف مع الهدف الأول الذي سجله، كما سبق الذكر رياض محرز إثر متابعة مميزة للتمريرة الزميلية البلجيكي كيفان دي بروين، وقال وعلق خليف على هدف محرز بروعة، وقال بصريح العبارة اللي عنده رياض محرز ينام متهني ويصحى يغني، وهي كلمات عكس بها شعور المدرب الإسباني بيب غوارديولا اللي أضحى يعتمد على النجم الجزائري رياض محرز في أغلب اللقاءات هذا الموسم مما منحه فرصة استعادة الثقة والتألق. وكما سبق الذكر بلغ هدف رياض محرز في لقاء اليوم رقم 17 في جميع المنافسات، وتألق وسط مجموعة من اللاعبين العالميين الهجوميين الكبار مثل البرتغالي برناردو سيلفا والإنجليزي راحيم سيرلينغ وحتى البلجيكي دي بروين، بينما حقق رقما مميزا بالنسبة لرياض محرز بنجاحه في تسجيل 10 أهداف خلال آخر 11 مواجهة يشارك بها. وبالعودة إلى لغة الأرقام كذلك، وبحسب شبكة أوباتا للإحصائيات فإن مانشستر سيتي أول فريق في تاريخ الأدوار الإقصائية لدور أبطال أوروبا يتقدم بفارق 4 أهداف خارج ملعبه في الشوط الأول. وكذلك بالعودة إلى أداء رياض محرز في هذا اللقاء وحتى في اللقاءات السابقة في الدوري الإنجليزي وحتى في كأس الرابطة الإنجليزي أو في البريمير ليج، يكون رياض محرز قد قدم أوراق اعتماده وأكد الثقة التي وضعها فيها المدير الفني لفريق المان سيتي بيب غوارديولا، أمر يجعل جماهير النادي تستبشر خيرا بالمباريات المتبقية في الموسم لا سيما في البطولة الأوروبية دوري الأبطال ذات الأذنين التي تبقى حلم جماهير المان سيتي، وهي الجماهير التي وصل فريقها الموسم الماضي إلى المنبع، لكن للأسف لم يشرب لاعبو المان سيتي من حلاوة التتويج بعد خسارتهم المباراة النهائية أمام الجار تشيلسي بهدف مقابل 0. أداء رياض محرز في الدوري الإنجليزي أو في كأس الرابطة الإنجليزية أو في دوري الأبطال سيسعد كثيرا الناخب الوطني جمال بالماضي، وهذا قبل أسابيع قليلة من المباراتين الحاسمتين اللتين تنتظر النخبة الوطنية أمام منتخب الأسود غير المروضة في مباراتي السد المؤهلتين إلى مونديال قطر. حظ موفق لرياض محرز هذا الموسم، وحظ موفق كذلك للمنتخب الوطني في رحلة بحثه عن تأشيرة المونديال، وهو المونديال الذي يحلم به ملايين الجزائريين لرؤية الراية الوطنية ترفرف نهاية هذا العام في ملاعب قطر. نضع نقطة نهاية هذا الموضوع وإلى أن نلتقي في موضوع آخر. هو كريم ماضي يحييكم تحية حرة متمنى للجميع دوام الصحة ولا ناء، وخير الكلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.